لابد أنكم لاحظتم أنني أعنى بتجهيز الجيش أكثر من أي وقت مضى، وأريد أن يبقى هذا الأمر سرا بيننا. لقد شغل الأمر بالي كثيرا يا مولاي، والحق أني أتساءل كل يوم، أهي أوامر السلطان أم المسألة عكس ذلك؟ هي عكس ذلك، لعلها نية الانفصال عن السلطان. ما بكم؟ أتستهولون الأمر إلى هذا الحد؟ أعذرني إذ أتجرأ على قول ذلك يا سيدي، ولكن قوتك لا تكفي لمواجهة السلطان وجيشه. أعلم ذلك، سأحاول أن أتجنب القتال مع أيوب. أخشى يا مولاي أن لا نجد المفر من الحرب مع السلطان إن كانت تلك هي النية. وما أخبار صديقنا إسماعيل؟ هذا يعتمد عليكم أيها الأمير. ولما لم يأتي بنفسه إذا كان يريد مناقشة الموضوع شخصيا؟ لأن ذلك سيثير شبهات كثيرة أيها الأمير، ومولاي مقدم على أمر جليل الأهمية وشديد الحساسية وبحاجة إلى الكتمان. إذن سأرسل إليه أحد البارونات الثقات ليحادثه بالأمر، وسيحمل هذا البارون جميع توجيهاتي. أما أن أذهب أنا إليه بنفسي هذا أمر يصعب علي. سأبلغه بذلك أيها الأمير. إذا اتفقنا. اتفقنا. أحد البارونات. ما يستهين بي هذا الفرنجي إلى هذا الحد ليرسل لي أحد باروناته وأنا الملك؟ هذا ما قاله يا مولاي، وهو إن شئت رأي محق، فنحن الذين نريده ونطلب لقاءه لا هو. اصمت. ومتى سيرسل لي هذا البارون؟ لم يحدد وقتا يا مولاي، ولكنه قال إن انتظارك لن يطول، فهو بحاجة لأن يجتمع بالبارونات ويستشير ملوكه في بلاد الفرنجة. كل هذا من أجل حلف؟ الأمر لا يستحق كل هذه المداولات والمشاورات، الأمر واضح جدا، الحلف في مصلحتنا ومصلحته. لم يقل إلا ما نقلت إليك يا مولاي. لا بأس، لا بأس، صرف. منذ أيام سمعت ما قاله رسول الصالح إسماعيل للأمير علاء الدين، وطلب منه أن ينفصل عن حكم السلطان ويغدو ملكا مستقلا. وهل بت تفهم في كل هذه المسائل يا بيبرس؟ إلى حد ما، ولكن ما أعرفه هو أن الأمير علاء الدين يحكم حماة باسم الصالح أيوب، وأن الصالح يحكم مصر والشام باسم أمير المؤمنين. صحيح. إذن فأمير المؤمنين عين الصالح أيوب، والصالح أيوب عين أميرنا علاء الدين، وهذا ما يفترض أن يكون. إذن في حال بدأ صراع السلطان وأميرنا أو أي أمير آخر، فإن أمير المؤمنين هو رأس السلطة الأكبر، سيقف في صف من عين وأيد، ألا وهو الصالح أيوب. ما الذي تريد قوله يا بيبرس؟ إن تحالف مولانا علاء الدين مع الصالح إسماعيل ليس في مصلحة المدينة، لأنها ستكون منبوذة من رحمة الخليفة، لا سيما إن مني هذا التحالف بالهزيمة.
يجب أن ينتبه الأمير علاء الدين كي لا يسقط ضحية هذه المؤامرة. بيبرس هو من قال لك كل هذا؟ أجل يا سيدي، بيبرس. سأرسلك إلى السلطان لتنقل له كل ما جرى منا ومن إسماعيل. بهذا نكسب ود السلطان وود الخليفة. إدموند، لا تتنازل قيد أنملة كما قلت لك، وتذكر أنهم يحتاجوننا أكثر مما نحتاجهم. لا تخشى يا سيدي، لن أتنازل. لا تنسى أن تتخفى عند وصولك إلى أبواب دمشق، فذلك أدعى لسلامتك. البارون إدموند أيها الملك، مبعوث الأمير تيوبل إليكم. حللت أهلا ووطئت سهلا أيها البارون. الأمير تيوبل رجل يحب حل الأمور سريعا، لذا أرجو أن نتحدث في الأمر مباشرة. وأنا أفضل ذلك. أظن أنكم تعلمون ما أنا مقدم عليه. ليس بوضوح؟ أنا مزمع على أن أعلن نفسي ملكا على دمشق والانفصال عن حكم السلطان أيوب في القاهرة. والحق أنني أخشى ردة فعله العنيفة، فالسلطان في الحالة هذا لن يتوانى عن إرسال جيشه لقتالي. وتنتظر منا المساندة على ما أرى؟ تفضل أيها البارون. السلام على مولاي السلطان. ما شأن البندقداري هذه المرة؟ أرجو ألا يكون طيشا جديدا. على العكس يا مولاي، إنما أرسلني لأبلغك أمرا خطيرا. أمرا خطيرا؟ هات ما عندك. قد جرى ما حذرتم منه يا مولاي. لقد أرسل الصالح إسماعيل يطلب من الأمير علاء الدين أن يحالفه ضدكم. هكذا إذن؟ وقد ارتأى الأمير علاء الدين إخباركم، كما يطلب من السلطان أن يشركه فيما يراه ملائما. اذهب أنت الآن وانتظر إلى أن يخبرك فخر الدين بما عليكم فعله. إسماعيل لا يملك القدرة على مواجهتي. ما يبعث على القلق أيها السلطان هو أنه يدرك ذلك، وهذا يعني أنه يتخذ تدابير في هذا الشأن.
إلى من سيلجأ في هذه الحالة؟ ما دام قد لجأ إلى البندقداري فسيلجأ إلى بقية أمرائك في الشام، لكنني أظنهم لن يوافقوا. ولماذا لا يوافقون؟ لقد ضعفنا يا فخر الدين، ضعفنا والدولة تتمزق. ما هذا الكلام يا مولاي؟ لا تزال الدولة بألف خير، لا يزعجنك صبي تافه مغرور. صبي؟ صبي يا فخر الدين؟ لقد تجاوز 45 ولا بد أنه قادر على حكم المدينة. ليكن، معركة واحدة ستكون كافية لرده على أعقابه، بعدها تسجنه وتؤدبه. حين أحظى به سأقتله، سأقتله. أتعتقد أنه سيلجأ إلى الفرنجة؟ لا أستطيع الجزم بذلك يا مولاي. أعرف أنك لم تنل ما يكفيك من الراحة يا ياسر، ولكن ليس لدينا وقت مضيق. مرني أطع يا مولاي. لم أرى من هو خير منك للمهمة التي كلفنا بها السلطان. اذهب إلى دمشق، وجد طريقة تعرف بها أخبارا عن تحركات إسماعيل. خذ هذين، قد تحتاج أن ترشو أحدهم. آمل أن أكون عند حسن ظنك يا مولاي. في حفظ الله. داود. بدا عليه واضحا بأنه تردد في أن يرفض، لكنه رفض في نهاية الأمر. ألا يكفينا وجود الفرنج إلى جانبنا يا مولاي؟ الفرنج أقوياء نعم، لكنهم ليسوا مخلصين دوما. أكتب للناصر داود أنني ربما أقوم بزيارته قريبا. يا مولاي هل لي أن عماد؟ نفذ ما أمرتك به دون أسئلة، ولا تنسى أن توصي داود بأن يكتم أمر هذه الزيارة.